السلام عليكم وتحياتي جميعا متابعي قناة عائلي الغرباء. اليوم غادي نجاوب على واحد السؤال او لا على ضجة وقعت 3 ايام هذه الربيع. كنسمع كلشي كيقول لي خويا خالد راه التجمع العائلي ولا 50% لو ريغروبمون فاميليال ولا 50% فين الفيزا، يعني ولا الرفض 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 الرفض. كنسمعوا بزاف كاين ديال الرفض. صحيح انه كاين واحد القانون جديد، ماشي كاين قانون جديد، كاين شويه شونجمون في لا بروسيدور ديال في كازا فين برجا. عاد مؤخرا تكلمت مع شي واحد جوج الناس، واحد البنت واحد الولد، قال لي كاين واحد شونجمون. هادي غنتكلم عليها بوحدها، لكن بغيت نجاوبكم فقط على القضيه ديال 50%، لانني ضربتني في راسي وكنشوف بزاف ديال الناس كيتعذبوا مساكن ومحمقين راسهم. اخوان ديالي كما كتعرفوا نهار فرنسا قررت انها دير 50% في الفيزا، فما حشمتش ما خافتش، بل انها احتقرت المغرب والجزائر وتونس. ما غاديش ترحمهم ماكرون ولا الحكومه ديال 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 فرنسا، ما غاديش تجي ترحمنا ولا تخاف منا. باش قلنا لو غوغروبمون غتولي في 50%. سبق لي وشرحت لكم انه في البرلمان الفرنسي اللي تقريبا شي 3 شهور ولا شي 4 شهور قالوا انهم خصو يكون يعني شي اجراءات فيما يخص التجمع العائلي حتى الكونجوان فرونسي، يعني التجمع اللي مزوجين من الناس اللي عندهم 10 سنين كانت بطاقة إقامة 10 سنين أو لا 5 سنين ولا جو سي با، أو وثم قلت حتى الكونجوان، يعني الكونجوان يعني الزواج المختلط، يعني الناس اللي عندهم جنسية فرنسية، يعني هاد جوج بجوجهم خصنا نزيروهم، ماشي غير الغوغوبمون. إذا دابا كنسمع كيقول لك لا واحد قال الغوغوبمون الزيارة، لا إخواني الأعزاء، فرنسا ما غاديش تحشم منا من غادي يكون الغوغوبمون الزيارة ولا إعلان. حنا ماشي في المغرب اللي كيديروا باش يتحدفوا وكيسكتوا، لو شي قرار خرج فرنسا كتقولوا، كان سلبي ولا كان ايجابي غادي تقولوا، غادي تسمعوه، غادي تقراو لي زارتيكل، ما غاديش تقراو اليوتيوب بحال الناس اللي قبهم كيجيو كيقولوها لكم الدراري ولا البنات. واحد مثال يقبو غادي يجي يطلع عليكم يقول لك لا لا واحد 50%. سي كاين الرفض، نتفق معكم كاين الرفض، مي كاين دي بروبليم كيما قلت لكم، كاين واحد لا بروسيدور جديده سمعت كاين شي تخربات جديد كاين، مي مازال ما عرفتش شنو هادشي اللي كاين جديد، مي ماشي 50%. كاين لا بروسيدور تبدلات، الاجراءات تبدلوا فين برجع، يعني كاين شي حاجه جديده ما عرفتش شنو هي، شنو هي الحاجه الجديده مازال ما مأكدش، خلوني ندير لي ريغوشيرش. مي 50% ما كايناش، ما تخافوش، ما تستريسيوش راسكم، ما تستريسيوش داك الشخص اللي كاين فرنسا او مرتك ولا راجلك اللي كاين فرنسا. علاش تستريسيو؟ مسكين خدام كيتقاتل كيتحرب تجيب تحمقو تستريسيو لانك سمعتي شي واحد يوتيوبر مثالي راسو ولا يوتيوبر مثالي راسها يوتيوبرز مثالي راسها قالت لك كاين 50% او لا. بعد التعاليق اللي كنعرف بزاف ديال الناس اللي كيبغيني متبعيني كيبغيوني كنشوفهم كياكلوا لي مساكن كيقولوا لي خويا خالد راه كاين 50% في التجمع العائلي، كنعتذر لكم، ثاني كنحبكم، كنشكركم على داك التعليق، كتبغيو تساعدوني، مي خصنا دي بروف، خصنا نشوفوا شنو قالت الحكومه الفرنسيه، راه ما غاديش تحشم منا، ما غاديش تمرق منا. دونك اخوان انا كنتكلم مع اليوتيوبر، كاين شي يوتيوبر غادي يشوفوا لي فيديوهات ديالي كنعرفهم، ما تلعبوش بعباد الله، انا نزوق فيكم، قولوا الحقيقه، قولوا الحقيقه. دونك بي فوالا الاخوان ديالي هنا هذا المثال، سمحوا لي بزاف، ما تخافوش، توكلوا على الله، اللي تدفعوا ردوا البال للدوسي ديالكم، ان شاء الله غنوافيكم بالجديد فيما يخص هذا الموضوع هذا، يعني شنو واقع جديد، غير نتاكد مزيان، اما 50% ما كايناش. ارتاحوا مع راساتكم، مي عندنا الفيديو القادم، دمتم في رعايه الله.